مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. ثالث أيام العملية 2018 في سيناء، ثالث أيام الانتصار على عدو غير تقليدي يعيش بيننا، تموله عدة دول سواء في المحيط الإقليمي أو في المحيط الدولي. عملية واسعة شاملة تناولناها معاكم من خلال مجموعة من البيانات بالأمس، بيانات القوات المسلحة، وإحنا هنكتفي زي ما قلنا لكم في المعلومات بما يتعلق بكل ما يصدر من القوات المسلحة. البيان الأول ركز على إغلاق المنافذ كلها، بحيث أنه أي تدفق لأي مساعدات، لأي تمويل، لأي دعم للمجموعات الإرهابية يتوقف تماما. أي محاولات كمان للهروب من خلال هذه المنافذ تكون محكومة بالفشل. وبالتالي البيان الأول اللي تابعناه معاكم بالأمس ركز على إغلاق كل المنافذ، بالإضافة إلى توجيه عدة ضربات للبؤر ومخازن السلاح. البيان الثاني يعني ربما كان بيظهر الدور الكبير اللي لعبته القوات البحرية اللي دخلت أيضا في هذه المعركة الشاملة. والبيان الثالث بيظهر أكثر الدور الكبير اللي لعبته القوات الجوية في توجيه عدة ضربات جوية للجماعات الإرهابية. طبعا كل القوات المسلحة بكل تشكيلاتها بتشارك أيضا في هذه العملية، بالإضافة إلى الشرطة. البيان الرابع هتشوفه بيركز بقى على عمليات بعينها، يعني إن تم تدمير كذا، وتم القبض على مجموعات إرهابية كذا، وتم الإحكام السيطرة على مركز إعلامي كانوا عاملينه، وتم العثور على بعض الأدوات اللي بيستخدموها. بالإضافة هتفاجأ كمان في هذا البيان أنهم بيستخدموا مزارع البانجو والخشخاش المخدر للتمويل. يعني هنا في البيان هتسمعوه دلوقتي، اكتشاف وتدمير عدد 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدانا. كل ده طبعا انت هنا بتتعامل مع جماعات إرهابية بتستخدم كل الأسلحة بما فيها تجارة المخدرات، طبعا بالإضافة إلى الأموال التي تأتيها من الخارج والعناصر اللي بتتدفق أيضا. تعالوا نشوف البيان الرابع اللي صدر اليوم عن القوات المسلحة، وفي تحديد واضح لعدد كبير من العمليات اللي تمت في مواجهة الجماعات الإرهابية، من تم إلقاء القبض عليه ومن تم تصفيته هي والمجموعات اللي موجودة معاه، بالإضافة إلى مراكزهم المختلفة، مخازن السلاح والذخيرة، بالإضافة إلى ال 20 فدان اللي انا قلت لكم عليها بتاعه الحشيش اللي تم والبانجو اللي تم ايضا السيطره عليها. في إطار عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من كافة الأفرع الرئيسية بالتعاون الكامل مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية، قامت قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة، بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على كافة المحاور والمدن والقرى بشمال ووسط سيناء، حيث تمكنت حتى الآن من تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 66 هدفا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة.
القضاء على 16 عنصرا تكفيريا، واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة، وسيارتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، القبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات، ضبط 30 فردا من المشتبه بهم، اكتشاف وإبطال مفعول 12 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات، تدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة العناصر الإرهابية، و31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، اكتشاف وتدمير مركز إعلامي، اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، فيما واصلت عناصر القوات البحرية تنفيذ مهامها المخططة وإبرار المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية من حاملة المروحيات المسترال لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش، بالتزامن مع قيام عناصر حرس الحدود والشرطة بتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بالظهير الصحراوي في صعيد مصر، وعلى الطرق والمدقات والدروب الجبلية على الاتجاهات الحدودية الجنوبية والغربية لإحباط أي محاولة لاختراق الحدود الدولية. هنتابع معاكم كل بيانات القوات المسلحة المتعلقة بعملية تطهير سيناء من الإرهاب، وتاني وتالت سيناء التي استعدناها بالدماء من الاحتلال. هنستعيد البقايا المتبقية في أيدي الجماعات الإرهابية اللي للأسف الشديد بيتم تمويلهم من خلال محيط إقليمي ودولي زي ما قلت لكم. هذه العملية الشاملة بتستهدف تطهير سيناء بالكامل. هنبقى نتابع معاكم كل البيانات، هنشوف المعلومات دائما، هنكتفي بالمعلومات التي تقدمها لنا بيانات القوات المسلحة. وأعتقد في معالجات من هذا النوع زي ما بقول لكم مفيش فيها اجتهادات ولا فيها يعني شطط في الخيال عند البعض، لا، تعالوا نتعامل مع واقع وبيانات من القوات المسلحة. كلمة يعني يمكن أن تضاف، يمكن أن تسبب أزمة يعني في بعض العمليات من هذا النوع، علينا أن نكتفي في المعالجات ببيانات القوات المسلحة اللي هنبقى نتابعها معاكم، وهي فيها كل ما يحدث من عمليات على أرض الواقع. صحيح ممكن تكون في عمليات لسه بيتم أو عمليات تمت بالفعل ولكن الإعلان عنها دلوقتي ليس مناسبا، لكن القوات المسلحة بتقدم كل المعلومات والبيانات للعالم كله، للمواطنين أولا وأيضا للعالم كله فيما يتعلق بعمليات بيقوم بها الجيش. زي ما قلنا جيش قوي ومتماسك يحافظ على حدودنا وأيضا يطهر البلاد من الإرهاب اللي استفحل بشكل كبير، وإن شاء الله هيبقى الانتصار يتحقق في هذه العمليات في النهاية. مصر لن تتردد أبدا
في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان. أحلف بسماها وبضربها، أحلف بضربها وأبوابها، أحلف بسماها وبضربها، أحلف بضربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمبنى وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمبنى وبالمدفع. لولادي بالأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة. جيش قوي وشعب أبي ووطن شامخ، انتصار سيتحقق إن شاء الله. وزي ما بنتابع هذه العمليات وزي ما بنشوف إزاي بيتم مواجهة الإرهاب، كمان